منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان، وبحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حفل اليوم الوطني ومنتدى المسؤولية الوطنية تحت شعار أمن وطن وبناء أجيال، بمشاركة قوة جازان وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في الفترة من 16 و17 من شهر محرم بالصالات الذهبية كورنيش جزيرة المرجان. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى.